نوفمبر 2015 الاختراء افكار لنتامود عقليه بن مهدي مازال توجور لو ستيل ديكريتور فاسيل ديال الاخر مخصص للشباب لي جان سورتو لي ما يقراوش. حنا ثاني جانا كاتب واحد اخر قلنا انت عطينا رايك فيه باسكو خلاص عندك ليكسبيريونس طوم دو تاع الكتابه عطينا رايك فيه. تحت تصفيقاتكم كمال عبد الحميد برزاج. اليوم دونك الكاتب والاديب مساء الخير عليكم كاع مساء الخير عليكم مساء الخير عليكم هنا كاع بار واحد الانسان مساء الخير عليك عبد الحميد برجاج مرحبا الله يسلمك انا كاتب يعني جيكريف باش نحكيو على الكتاب كيفاش يجيك الالهام ها كيفاش يجيك الالهام بدا شكون الالهام هذه ما نعرفهاش غير لك انا شي الالهام باش تكتب غير لك انا كانت في الفريق فيمينا تاعنا بالك كاين وحده وسمها الهام بصح ما نعرفش الهام انا كيفاش نكتب باش نفهمك نكتب صباح مع الهوا تاع صباح يجيني الهوا نكتب فوق الكلناش نكتب بصح نكتب بلا كوش باسكو انا كنت نلعب بلا دغوات دونك انا نلعب كوش دغوات باسكو علاش تكتب قاعد باش والله اللي بديت راني بغا لا غريب ما نقدرش نهضر بزاف انا نكتب انا باغ اكزومبل كي كنت صغير كي بديت نكتب كانت الشيخه ديالنا تعبير تقولنا عبغو ولا نحب نعبغ خطرة درت لها واحد المقال على صيد زغزور باسكو أنا كي ملي كنت صغير وأنا نموت على زغزور من هذاك النهار وأنا نكتب لي فاكتور تاع لي جوار تاع لافريك نكتبهم بالكريون باسكو نقدر نفاصل باسكو لافريك فيهم ونكتب مام لي مات باغ اكزومبل نقولك معادلة بوبغيت زائد باركيكا زائد دوخا يساوي تشيبالو باغ اكزومبل فارد الأطغاش يغني يخرج عبود يقول له لافوت تاع مشرف حناش علاش هكذا عبود نسيت كاع واش عشنا كيف نقولك صح نسيت في 74 سرقتني 100 دورو سرقتني 100 وانا سلفت له باش التاريخ في 74 سلفت له كاسيطه تاع ايتمن كلاب هذيك وين يقول فيها الزناقاق وذمي ميغاق فاسافو الزناقاق وذمي ميغاق فاسافو ما رجعليش لا كاسيت تاعي سمعنا بلي راك مريض غاني مغيض ايبوت مرضوني هاد العباد اللي يجوزوا في الشغيط مرضوني انا عندي كاع لا غريب اسبانيول لا غريب كابين افليونز العصافير انا اللي كنت في لايغوبي نيغوسي على بابادو مرت لا غريب افليونز الخنازير انا اللي دخلتها للجزائر افليونز الخفافيش افليونز الدب القطبي ومغطاه باسكو رحت على جلاجيسكا رحت القطب الشمالي نيغوسي مع فريق اف سي لي زيسكيمو معليش سي شريف معليش شوف هذا كاع حكيتنا هذا واش درت من قبل انا واش درت من قبل دوك انا فهمنا من كلامك بلي انت ماكش حاب تخرج من جياسك ما نخرجش معليش ما نخرجش ماشي هذا كي راك قاعد وشك راح تجيب للفريق نجيب انا قصرت السمانه اللي فاتت مع لي كرون جوار تاع العالم نيمار تعرفوا نيمار قصرت السمانه اللي فاتت معاه كنا في الريستورون في عزازكا كان دخلتو تما في عزازكا قصرنا وقال لي نجي جياسكا سواريز ذا غاز قال لي نجي مورينيو قال لي نحب البلوط نجي لاكابيليا يجيو كاع هذو لي جوار ان شاء الله صح شك تحكي سهلنا شي ولا راك تهفينا ولا اي بي مام جبتهم راح تخلصهم يا اخي ما كاش في لاجياسكا هذو اللي نحكيو عليهم راني نحكي على لا بلاي ستيشن بس كان نحب نلعب بلاي ستيشن هذا ما كان باش غاشي
الميلوث صاي فورك لازم نتفاهموا كاع لازم نعاودوا نبنيو لا جيسكا بكاع ولادها ونتحبوا ونسلم عليك ونقول لك يعطيك الصحه الميلوث وفيف لا جيسكا اسكا جيسكا فلافلا ميرسي بوكو. كمال عبدت حنا نعطيكم الصحه في الجزائر ما تزايركم بقاو معنا حنايا بيان سور.